هاي أنا تانيا، فيكم تتواصلوا معي بفقرة خلينا نحكي ضمن عالم الصباح من خلال الإيميل على خلينا نحكي @future.com.lb أو عبر صفحتنا على فيسبوك facebook.com/عالم.الصباح أو عبر تويتر @عالم الصباح. وفيكم كمان تبعتوا لي صوركم وفيديوهاتكم عبر الأبليكيشن الخاصة بالفيوتشر تي في ضمن Your Report. اليوتيوب صاير أساسي جدا بحياتنا على الإنترنت، وبلشت مايا الأسبوع الماضي تعرف المشاهدين للي بعد ما بيعرفوا كيف ممكن يقدروا يعملوا أكاونت على اليوتيوب ويفوتوا ويحطوا هني كمان فيديوز لحتى العالم كلهم يحضرون. رح نشوف هلأ مايا أكثر بالتفصيل بوقتها. مايا صباح الخير. صباح الخير. يعني عن جد اليوتيوب صار عالم لحاله، يعني واحد عن جد ما قدر يشوف شغله، ما قدر يلحق شغله، ما قدر يحضر شغله، دغري بفوت على اليوتيوب وبيحضرها وبتشوفي قديش الكاونتس عم يطلعوا، قديش الاشخاص اللي حضروها. صحيح اكيد، يعني مثل ما في تي في هلا صار في كمان يوتيوب، وتقريبا صاروا بزيت الاهميه. ونحن على كل حال دائما بنحب نذكر انه كل فقرات عالم الصباح بيرجعوا يطلعوا على اليوتيوب، يعني اذا في شيء ما لحقتوه او اذا شيء على بالكم ترجعوا تحضروه كله موجود على اليوتيوب. بس كيف نحن عم نطلع هالفيديوهات على يوتيوب؟ هيدا الشيء اللي رح نشوفه اليوم. مثل ما قلت غيدا، نحن جمعه الماضيه بلشنا من الاول، يعني كيف نفتح اكاونت على يوتيوب. قلنا انه يوتيوب وجيميل وكل ويب سايتات جوجل موصولين ببعض، فاذا صار عنا يوتيوب اكاونت. هلا ثاني مرحله هي انه كيف ناخذ فيديو ونطلعه على يوتيوب ونشوف شو الاوبشنز اللي عنا اياهم، كيف بدنا نسمي هالفيديو، كيف بدنا نسميه بطريقه انه يطلع فيوز كثير، او اذا حدا فتش عن موضوع معين يقدر يلاقي هالفيديو. كل هالاشياء رح نحكي فيها بالتفاصيل. بس اول مرحله مع التليفون وبدي صورك فيديو هلا 3 ثواني او 4 ثواني تنقدر نطلعه على الانترنت، يعني حتى نطلعه على يوتيوب. فشو بدك تقولي لي هيك جملة على السريع؟ جملة على السريع. ها يلا رح أقلك 1 2 3. هاي نحن بعالم الصباح عم نعمل حملة مثل ما قلنا لكم، هي خود نفس مع عالم الصباح، ما بقى تعصبوا، ما بقى تعصبوا من اشياء بتصير معكم بخلال حياتكم اليومية، اضحكوا على كل شيء وكل موقف محرج بيصير معكم، وخذوا نفس مع عالم الصباح. اوكي كثير حلو. اوكي هلا صار عندنا ما بحياتك تقولي لمذيعه احكي وتعطيها تايم ليمت، طلع 15 ثانيه بس ليش الحال؟ لا اكيد، يعني شو بدك تعملي؟ ان شاء الله الكونكشن وين بدي اروح بال 20 سنه خضراء. فهيدا الفيديو هلا صار عندي على التليفون، بدي ابعته ايميل لحالي. هلا نحن فينا اكيد اذا واصلين التليفون شو ما كان عندكم تليفون، مثل ما بتنزلوا صور كمان تنزلوا الفيديو، بس نحن رح نعمل طريقه جديده اللي هي نبعت هالفيديو ايميل لعنا على الاكونت تنقدر نطلعه على يوتيوب من الكمبيوتر. اوكي. فعندي هيدا الفيديو هون بكبس كرمال اعمل له. طمنيني كيف طالعه، منيحه؟ كثير طالعه حلوه هلا بتشوفيها. فاذا عندي هون بكبس على ميل كرمال اقدر ابعت هالفيديو ايميل، بس عم يعمل لي كومبريسنج، هو بيصغر له قياسه حتى اقدر ابعته ايميل. منيح بطلع اضعف يعني على الانترنت اذا عم يعمل لي كومبريسنج. عم بيصغر قياس الفيديو كرمال يقدر يطلع بسهوله معنا على الانترنت. دائما اكيد كل ما كان الفايل اصغر كل ما صار اسهل نطلعه على الكونكشن. هلا انا رح ابعته ايميل بوقتها @gmail.com اللي هو ايميل خلقناه للفقره اللي نحن عاملينها. فاذا بكبس سند، وهلا بجي على الكمبيوتر بتاكد بلاقي انه وصل لي هالفيديو عبر الايميل. خلينا نعمل لوج ان على جيميل اول مرحله. هلا اذا عملت لوج ان على جيميل بنشوف انه حطيت لنا 1 اكونت اول اوف جوجل، يعني اذا بعمل لوج ان على جيميل كمان بكون عملت لوج ان على يوتيوب، على جوجل دوكس، على كل هالويب سايتات. خليني احط الباسورد واعمل ساين ان. بهالوقت بيكون وصل الايميل. نفس الشيء على يوتيوب، اذا بدي اعمل ساين ان كمان بيخدني على جيميل. عم بيقول لي كيف بدك تستعمل يوتيوب، قلت له بوقت عالم الصباح هيدا هو الاكونت اللي خلقني. هلا بحب ذكر المشاهدين اكيد انه اذا عندهم اي سؤال او هيلا شيء فيهم يحكونا على صفحه الفيسبوك. وهلا بس نخلص الفيديو رح نعمل له شير على صفحه عالم الصباح كرمال اللي عم يحضرونا يقدروا يعلقوا. فاذا هيدا هو الايميل وصل لي وفي بقلبه الفيديو، عم بعمل له داونلود. هلا تيكون نزل خليني ارجع على يوتيوب. أوكي. كيف بطلع هالفيديو؟ كثير هين، دغري من الهوم بيج عندي كبسه اسمها ابلود، بس اكبس عليها بياخذني على صفحه اللي فيها طلع منها الفيديو. فاذا هيدي ابلود، كبست على ابلود، هيدي هي. فاذا هون في نقي اي فايل بدي اعمل له ابلود. هلا انا نزلت الفيديو اسمه ايمج
2697 أنا اسمي مكتوب؟ هي عم بيعمل هلأ أبلود. فإذا مثل ما بتشوفوا كتير سريع عم بيعمل له أبلود هون، صار خالص. كيف بدي سمي هالفيديو؟ شوف شو هي المعلومات اللي فيه زيدها اللي هي خاصة بهالفيديو. أول شيء بدي أعطيه اسم. شو بدنا نعطيه اسم لهالفيديو؟ غيدا خذوا نفس نفس غيدا إن عالم الصباح. أوكي هيدا التايتل هو الاسم اللي رح يبين بس حدا يفتح الفيديو، هيدا اسم الفيديو. وبالديسكريبشن في حط تفاصيل أكتر، مثلا بدي حط إنه اليوم بوقتها عم نتعلم كيف نحط فيديو على يوتيوب. هيدي ديسكريبشن. هلا التاجز شغله كثير مهمه. تاجز يعني هن كلمات خاصهم بموضوع معين، خاصهم بالفيديو. اذا حدا فتش على هالكلمه بيقدر يوصل لهالفيديو. يعني نحن بحالتنا فينا نحط غيدا، فينا نحط عالم الصباح، فينا نحط فيوتشر تي في، هاي لها كلمه خاصه بالموضوع بتساعد العالم انه يقدروا يوصلوا لهالفيديو من خلال السيرش. يعني اذا عم يفتشوا على موضوع معين شو هن هالمواضيع اللي فيهم يفتشوا عليهم تيوصلوا على هالفيديو. فاذا مثل ما قلنا بنحط غيدا عالم الصباح فيوتشر تي في، فينا نحط حتى لبنان مثلا مثل ما شفتوا. حطلون نفس وبريذ ان وبريذ. هلا هون عندي فيديو ثامنيلز، هو دغري اوتوماتيكلي بياخذ ثلاث صور من هالفيديو وفي انا نقي اي وحده بدها تكون الكفر. يعني قبل ما نعمل بلاي للفيديو دائما بيكون مبين صوره، فاذا انا هون في اتحكم اي صوره بديها تبين. هون عم تضحكي كثير حلوه، رح استعمل هيدي الصوره بس بكبس عليها وبكون نقيتها. شو عندي كمان اوبشنز فيي اعملهم؟ فيي اقرر هون اذا بدي الفيديو يكون بابليك، يعني حالة شخص على الانترنت في يشوفه. اذا بده يكون انليستد، شو يعني انليستد؟ انليستد يعني ما بيبين هو على يوتيوب، بس اذا حدا معه اللينك تيوصل دغري على الفيديو بيقدر يوصل بسهوله. هيدي هي الانليستد. يعني انتبهوا، انليستد مش يعني مش موجود على الانترنت، يعني حالة شخص معه اللينك في يوصل له، بس اذا حدا ما معه اللينك مش راح يلاقيه مبين. واخر وحده اذا ما بدكم الفيديو حدا يقدر يشوفه اللي هي برايفت، يعني بس انتم فيكم تشوفوه. اكيد حتي بابليك اكثر من التلفزيون. هلا بالبرايفت اذا في شيء بس بيني وبين اصحابي فيي احط ايميلات اشخاص بدي فرجيهم هالفيديو يقدروا هن يشوفوه، بس نحن اكيد مثل ما قلتي بدنا نحطه بابليك اكثر من التلفزيون. ما في محل بابليك 100%. فاذا هون حطينا الفيديو بابليك، هيك حيلا شخص بيقدر يشوفه. شو كمان عندنا اوبشنز؟ فينا نحط مسج هلا، يعني دغري انا بس اعمل له شير للفيديو دغري يطلع على جوجل بلس تبعنا. بحط مسج حده وي جاست توك ذيس فيديو. هيك الفولورز عنا على جوجل بلس او على فيسبوك وتويتر بيقدروا يشوفوها. واخيرا شو الكاتيجوري؟ هالكاتيجوري كمان بتساعد انه نقدر نلاقي فيديو معين. يعني اذا انتم عم بتصوروا فيديو عن موضوع معين حالة موضوع من الليستا، اذا بتنقوا اي الكاتيجوري الصحيحه بصير اسهل للعالم يقدروا يوصلوا له. شو في عنا كاتيجوريز؟ مثلا في عنا السيارات، في عنا كوميديا، education يعني تربية، تعليم، entertainment. هلأ نحن شو بدنا ننقي؟ رح ننقي أيها من ننقي film and animation. يلا هيدا movies. بما أنه أنا غير عميل أفلام. وهلأ منحط save and share، هيدا آخر مرحلة. من بعد ما نكون حطينا save and share معناتها خلص هيدا الفيديو صار عنا إياه على البروفايل اللي عنا اياه. وهيدي اللينك هون بتسمح لنا دغري نقدر نوصل على الفيديو بسهوله. فاذا كبسنا على اللينك بنشوف غيدا ان عالم الصباح، هيدا هو الفيديو. عم بعمل لودينج هلا من عنا. هلا عم يعمل هلا عم بعمل لودينج. ومثل ما شفتوا بعد ما في عنا ولا فيو ولا لايك ولا ديسلايك لانه هلا طلع الفيديو، يعني بعد ما في كثير ناس شافوه، بس انا رح اعطي اول لايك. معلم ما جايين نجربهم، مش مشكله، بس بيناتنا. وهيدا الفيديو هون عم بيعمل لود. هلا في اشياء كثير حلوه بيوتيوب، كيف يعني بانستغرام هلا قديش بس نطلع صحيح. صوره بنعمل فلتر وبنغير بالالوان. كمان بيوتيوب فينا نظبط الفيديو شوي، يعني مرات في اشخاص بيحملوا التليفون غلط هن وعم ياخذوا الفيديو بيطلعوه على يوتيوب بيلاقوه مقلوب 90 درجه. فينا كمان نظبطه بيوتيوب. كيف بنعمل هالشغله؟ بنكبس على البروفايل اللي عنا، منروح على شيء اسمه فيديو مانجر، يعني هيدا بيسمح لنا نعمل مانجينج لكل الفيديوز اللي عنا اياهم. شفنا نحن ما عنا غير فيديو واحد، هيدا هو. بنكبس على اديت، وبس نكبس على اديت بياخذنا على محل نقدر نغير بهالفيديو. يعني شو فينا نغير؟ معلومات، فينا نرجع نغير الصوره الاساسيه اللي بدنا اياها تكون مبينه.
إذا كبسنا هون على enhancements فينا نظبطه على السريع مثل ما قلت لكم انه نقلب الفيديو اذا منه مزبوط او نغير له شوي بالالوان نعطيه فلترز او سبيشال افكتس. كل هالاشياء كمان فينا نعملها من ضمن هالصفحه. مثلا هلا بدي اعمل له روتيت، اذا بكبس على روتيت بنلاقي انه قلب لي، بس انا اكيد ما بدي اقلبه لانه هو اصلا كان معمول بالطريقه الصحيحه. وهون فينا نظبط بالالوان، فينا نظبط بالكونتراست. يعني انتم بالبيت قاعدوا تسلوا، جربوا شو فيكم تعملوا، شوفوا انه فيكم تحسنوا الفيديو او تنزعوا كمان، يعني حسب كيف عم تستعملون. في عنا اوديو انوتيشنز، اذا بدنا نحط سبتايتلز كمان فينا نعمل، يعني اذا عندكم فيديو بلغه معينه بالعربي بدكم انه كمان ينفهم للاشخاص اللي ما بيعرفوا يحكوا عربي، فيكم كمان تزيدوا كابشنز هون وبصير كل جمله عم تنحكى فينا نترجمها بالسبتايتلز. هيدا يعني بكل بساطه كيف فينا نظبط الفيديو. هلا خليني ارجع على ماي تشانل، يعني التشانل اللي انا عندي، بدي اخذ هالفيديو بدي اعمل له شير على صفحه عالم الصباح. كيف بعمل هالشغله؟ بروح على فيديو وباخذ اللينك يلي موجوده هون. هيدي طريقه نعملها، ناخذ هيدي اللينك ونعملها كوبي بيست، او كمان فينا هون عندنا كبسه اسمها شير. هلا نحن بس نكبس على شير بنقدر دغري نعمل كونكت على فيسبوك او على تويتر او على جوجل بلس يلي هي، ودغري بياخذوا الفيديو لهونيك. او فينا ناخذ هاي اللينك القصيره يلي هي اسهل تنعمل لها شيرنج، نروح على صفحه عالم الصباح ورح اعمل لها بوستنج. هلا رح حط تشيك اوت ذس فيديو وي جاست ادد تو يوتيوب، وبعمل بيست لللينك. ومثل ما بتلاحظوا هو هلا رح يفرجيني الفيديو دغري على صفحه عالم الصباح. وبس نكبس على بوست بدي منكم انتم تحطوا لنا كومنتس ولايكس على الفيديو. هلا عملت له بوست، هلا المفروض يصير مبين بصفحه عالم الصباح. هاي بكل بساطه كيف نطلع يوتيوب فيديو ونعمل له شير على الانترنت. هلا عالم اليوتيوب عالم كثير واسع ونحن بعد رح نحكي عنه بالحلقات الجايه، بس حابين هيك نبلش بالاشياء الهينه اول شيء، بالاشياء السهله حتى تضلكم ماشيين معنا. اكيد مايا مثل ما قلتي يعني صار كثير اساسي انه واحد يحس حاله موصول بهالعالم الكبير اللي هو عالم الانترنت من خلال اليوتيوب. نحن رح نرجع نشوفك ان شاء الله بعالم الصباح نهار ثلاثة جاي ان شاء الله. واكيد شكرا لك. رح نتابع، بدي اقرا كمان بعض الكومنتس من المشاهدين. في عنا هون كمان شخص كمان بعت لنا شغله مهضومه. اميرال عم بتقول انه هي كانت مره عم تدرس وقتها بالابتدائي، يعني حتى بنلاحظ كيف كل الكومنتس تبعوا الاشخاص اوقات بيعلقوا معهم من هن وصغار. بقى اميرال عم بتقول انه كانت رايحه على المدرسه ولحقها كلب وصار ينبح عليها، وهي قد ما كانت فسعانه وقفت محلها وجمدت ما بقى قدرت تتحرك، وصارت هي كمان تعوي عليه للكلب، وهو خاف قد ما علت النباح تبعها وهرب الكلب بعد ما وطى راسه وهرب منها، بس كانوا كل الناس صاروا عم بيتفرجوا عليها بهيدا الوقت. كمان روز عم تقول انه هي كانت بالمدرسه واجت على المدرسه ومسكت ايد بنت صاحبتها ومشيت معها بالمدرسه وبلشت تحدث وياها، فجاه طلعت بوجها لقيتها مش صاحبتها سو كمان استحت منها ومشيت. وفي مره ثانيه كمان في احد المشاهدين كمان عم بيقولوا انه كمان كثير في ذكروا لنا قصص صارت معهم بالاعراس، وعم تقول كمان انه في مره كانت باحد الاعراس لا قائد عم بيقول لنا انه هو مره صديقه كان عازمه على عرس وراح على العرس وسلم على كل المعازيم وبقي لاخر الليل، وبس خلص العرس اطلع وانتبه انه العرس طلع غلط مش هو العرس نفسه. كمان مش ما عم بقدر اعرف مزبوط قطع هيك كانه الاسم، بس مش واضح كثير الاسم على الانترنت. عم بتقول انه كنا بعرس وكان بعدها صغيره، طلعت لحتى تهني العروس بدل ما تقول لها مبروك قالت لها عقبال كل سنه استحي كثير، وبعدها لهلا قالت لها عقبال كل سنه، وبعدها لهلا كل ما بتشوفها بتستحي منها. فاذا كمان في حدا اسراء عم تقول وقعت قدام كل المعازيم باحد الاعراس، وهذا الشيء اكيد سبب لها احراج ولهلا بعدها مستحيه من الموضوع. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، اكيد بنكون مع المحطه المفصله مع الشيف شادي. خليكن معنا.